بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس الثالث في اقتصاديات الموارد والبيئة، موجه إلى طلبة البكالوريوس سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة عن اقتصاديات البيئة، لكن هو بالفعل للسنة الرابعة لأنه يحتاج إلى مفاهيم اقتصادية متقدمة. وموجه كذلك الأمر إلى طلبة الماجستير والدراسات العليا، ربما لأن هناك كثير من المفاهيم العميقة التي تحتاج إلى نظرية اقتصادية متقدمة. سأبدأ إن شاء الله ببعض الأفكار عما يسمى العالم الفارغ والعالم الممتلئ. هذه الأفكار التي تحدث عنها اقتصاديو علماء الموارد والبيئة بعمق، وبيّنوا العلاقة بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. فالآن العالم الفارغ والعالم الممتلئ، يصف اقتصاديو الموارد والبيئة العالم، ليس العالم بالمعنى السياسي، العالم بمعنى البيئة والموارد المتوافرة في الأرض، في الكرة الأرضية، على سطحها، في باطنها، وكيفية استخدام الناس لها. فيصف اقتصاديو البيئة والموارد والبيئة العالم بأنه عالم فارغ، empty world، إذا كانت البيئة والإيكولوجيا ومواردها ليست نادرة بالمعنى المطلق، أي أن الموارد لم تنضب ولم تشارف على النضوب، وأنه عن عالم، يعني أنه عالم ممتلئ، full world، إذا كانت البيئة والإيكولوجيا ومواردها نادرة بالمعنى المطلق، وتكون الكلفة البديلة لنضوب الموارد عالية جدا. ما معنى هذا الكلام العميق؟ دعنا نفسرها بواسطة الرسومات الملفتة. هذا هو النظام البيئي الآن، نظام إيكولوجي عالمي محدود، يعني scarce limited resources، في عالم فارغ، ليس هناك نشاط اقتصادي وإنتاجي واستهلاكي أكثر من اللازم، ما يعنيه بأنه ما زال هذا العالم أو النظام الإيكولوجي بسلام إلى هذه اللحظة. هناك طاقة شمسية تمد هذا النظام بطاقته، الأشجار تنمو، النباتات تنمو، الأحياء الأخرى تنمو وتقتات على بعضها البعض. الآن أول خطوة من صناعة الإنسان أنه يصنع نظاما اقتصاديا، هذا النظام الاقتصادي من صنع البشر، ينمو باستمرار، ينمو باستمرار. النظام الإيكولوجي المحدود هذا الذي يحد الآن النظام الاقتصادي أو يحدده، وظيفته أن يزود هذا النظام الاقتصادي بالموارد. فعندي طاقة من طاقة طبعا من الشمس، هناك طاقة، ومن نفس النظام الإيكولوجي هناك طاقة، الغاز والنفط والنباتات، ما يسمى بالبيوماس أو الكتلة الحيوية، يستخدمها البشر حتى يصنعوا منها الطاقة. فوظيفة هذا النظام أن يزود النظام الاقتصادي الذي صنعه الإنسان بموارد وطاقة، طاقة ومن ثم هناك موارد. الآن يقوم هذا النظام بخدمات اقتصادية، ينتج سلع ويبيعها ويستهلكها الناس ويستخدمها، فيؤدي عملية رفاء إلى الإنسان. فهناك خدمة النظام الإيكولوجي نفسها كمان تؤدي إلى رفاء، يعني الخضار، الأكسجين، المياه العذبة النظيفة من هذا النظام الإيكولوجي، والحيوانات، الحياة التي تعيش فيه، تؤدي خدمات اسمها خدمات النظام الإيكولوجي، تؤدي إلى يعني زيادة رفاه الإنسان. الآن ما يقوم به الإنسان أنه يبدد طاقة وموارد، طاقة وموارد. وظيفة هذا الآن نظام، نظام إيكولوجي، يعمل وظيفة البلاعة أو المصرف، نسميه السنك، لأنه يمتص كل التلوثات والفساد البيئوي الذي يحدث الإنسان، وتمتصه يعني عبر البروسس أو العمليات، التحلل وما شابه. الآن هذا هو نظام إيكولوجي عالمي محدود، عالم فارغ بالنسبة لعلماء الإيكولوجيا وعلماء الموارد البيئة، عالم فارغ لأنه لحد الآن نشاطات الإنسان الإنتاجية والاستهلاكية لم تؤدي إلى نضوب الموارد. لنرى بالمقابل الآن، هناك طبعا هنا في إعادة تدوير الآن من بعض الأشياء التي يستخدم الإنسان، يعيدها على شكل موارد ثم يدخلها إلى النظام الاقتصادي ثاني مرة. وهنا طبعا النظام الإيكولوجي يعمل عمل البلاعة كما ذكرت سابقا. الآن مقابل هذا العالم الفارغ هناك عالم ممتلئ،
نظام إيكولوجي عالمي محدود، ما الذي جرى؟ طبعا يستمد طاقته من الشمس. والآن هذا النظام الاقتصادي عندما ذكرنا هنا بأنه ينمو باستمرار، لاحظ أنه الآن هذا النظام كبر ثم كبر واعتدى على النظام الإيكولوجي العالمي محدود الموارد، فأصبح إلى حد ما عالما ممتلئا. وظيفته الآن ما زالت هي تزويد الموارد للنظام الاقتصادي طاقة وموارد أخرى. الآن التبديد أصبح أكثر وأكثر لأنه استخدامه للموارد البيئية والموارد الطبيعية أصبحت كثيرة، لأنه النظام الاقتصادي كبر فيبدد أكثر. الآن وظيفة البلعة التي يقوم بها النظام الإيكولوجي ترهق، تستنفذ بشكل أو بآخر. ما زال يقدم هذا خدمات اقتصادية للبشر اللي كونوا النظام الاقتصادي على شكل رفاء، وما زال النظام الإيكولوجي يزود البشر بخدمات النظام الإيكولوجي اللي هي رفاء، وهناك إعادة تدوير تتسع وتكبر، لكن ما زال هو يعمل عمل البلاعة، وقد يصل إلى حالة الإرهاق الشديد التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئوي للبشر جميعا. هذا هو مفهوم العالم الفارغ والعالم الممتلئ. الآن انبثق عن هذه الأفكار نظرية، أو انبثقت عن هذه الأفكار نظرية اسمها نظرية الفوضى. الفوضى طبعا بالبيئة والاقتصاد، كيوس ثيوري. تتلخص أفكار النظرية في المبادئ الآتية: أولا، علاقة المجتمع مع النظامين الاقتصادي والبيئي معقدة جدا، ولا يمكن التنبؤ بالتوازنات التي يصنعها تفاعلات المجتمع مع النظامين. لو هناك علاقة بين المجتمع، أفراد المجتمع البشر مع النظام الاقتصادي والنظام البيئي، هاي العلاقة تنشأ منها توازنات، لكن هذه التوازنات لا يمكن، طبعا توازنات بالاستهلاك وبالإنتاج وبالأسعار وما شابه، أوكي؟ لكن بهمني الآن إنه ما الذي يحدث للبيئة والموارد المستخدمة في النظام الاقتصادي والمستمدة من النظام البيئي. هذه التوازنات قد تتغير بطريقة جامحة لا يمكن تنبؤها، لذلك سميت هذه النظرية بنظرية الفوضى أو الكيس ثيوري. ثانيا، تسعى النظرية، هذه نظرية الفوضى، إلى اكتشاف النظام العام الجنرال أوردر. بدي أنا أعرف القانون، إذا هناك ثمة قانون أو نظام عام جنرال أوردر، حتى أكتشف وأستكشف وأعرف بالضبط ما هي العلاقة بين المجتمع مع النظامين الاقتصادي والبيئي. إذن تسعى النظرية إلى اكتشاف النظام العام جنرال أوردر الذي يحكم علاقة المجتمع مع النظامين الاقتصادي والبيئي أو البيئي. ثالثا، تتعرض علاقة النظام الاجتماعي مع النظامين الاقتصادي والبيئي إلى تغيرات دورية periodic، وتمر في دورات سايك، ونادرا ما تتكرر بنفس الحجم، ربما تتكرر لكن الماجنيتود أو الحجم تبعها بيكون أعنف وأكبر عادة. رابعا، تعتمد التغيرات التي تحدث في النظام العام الذي يحكم المجتمع والاقتصاد والبيئة والتوازنات التي تتحقق فيه على شروط هذا النظام، وهالتغيرات تعتمد على شروط وقيم أولية. initial condition and values سأشرحها إن شاء الله بعد قليل من خلال مثال. فإذا تغيرت الشروط والقيم الأولية، فإن التوازنات التي تحققت من قبل تتغير بشكل فوضوي. ومن هنا كمان يعني المعنى عن نظرية الفوضى، إذا الآن في هناك ثم التوازن معين اعتمد على شروط وقيم أولية، تغيرت هذه الشروط ولو بقيم بسيطة، فإن التغيرات تحدث بشكل فوضوي جامح لا يمكن التنبؤ به، على الرغم من قدرته على التنبؤ بالنظام العام. الآن دعنا نضرب مثال على نظرية الفوضى. لنفترض، وهذا الافتراض ليس يعني انه والله مثالي، هذا قد يكون حقيقة. لنفترض بأن على السكان في بلدة ما بلغ 20,000، وأنهم استقروا على حاجب من وسائط النقل بحد أدنى عددها 10 حافلات، تعمل كل واحد، لاحظوا بالله 20,000 هنا على السكان، احتاجوا إلى وسائط نقل تنقلهم من أمكنة سكناهم إلى العمل إلى المدارس إلى حيث ما أرادوا، 10 حافلات، لأن تعمل كل حافلة 8 ساعات يوميا. هذا مثال واقعي. الآن تستهلك هذه الحافلات كمية إجمالية من الوقود مقدارها 1,000 لتر من الديزل يوميا،
وتنتج على سبيل المثال 50 وحدة تلوث خلال فترة عملها. إذا نتحدث عن 20,000 من السكان احتاجوا إلى 10 حافلات، كل حافلة تعمل 8 ساعات. هذه الحافلات تحتاج إلى كمية إجمالية من الوقود مقدارها 1000 لتر من الديزل. هذا الديزل بعد إحراقه في محركات هذه الحافلات ينتج 50 وحدة تلوث خلال فترة عملها اللي هي 8 ساعات يوميا. يسمى هذا الوضع توازنا، ويقع عند إحداثيات من 5 أبعاد، وهي 20,000 سكان، 10 حافلات، لأن 20,000 سكان 10 حافلات، 80 ساعة يوميا، لأن 8 ساعات ضرب 10 يساوي 80,000 لتر ديزل، و50 وحدة تلوث، تمثل طبعا على التوالي عدد السكان، عدد الحافلات العاملة، عدد ساعات شغل الحافلات، كمية الديزل المستهلكة، وعدد وحدات التلوث الناتجة على التوالي. وقد نتج التوازن عن الشروط والقيم الأولية اللي هي عدد السكان وعدد الحافلات وساعات عملها. إذا لابد أن نستوعب المثال إلى هذه اللحظة. الآن نتمم. لنفترض الآن بأن عدد السكان ارتفع بمقدار شخص واحد. لاحظوا لي يعني التطرف في المثال، أن عدد السكان ارتفع بمقدار شخص واحد فقط، أي بنسبة 1 إلى 20,000. وحيث أن افترضنا بأن عدد الحافلات يمثل الحد الأدنى الذي يحتاج إليه سكان البلدة، فإن ارتفاع عدد السكان بمقدار بسيط 1 على 20,000، 1 على 20,000 يعني نص بال10,000. إذن فإن ارتفاع السكان بمقدار بسيط وهو شخص واحد سيؤدي إلى ارتفاع عدد الحافلات المطلوبة بمقدار حافلة واحدة. هناك 10 حافلات بقدر 20,000. طب هذا الشخص من أين يعني سيتدبر نفسه؟ فلا بد الآن من أني أشتري أو أجهز حافلة أخرى. الآن أصبحت 11 حافلة، فسيؤدي ارتفاع عدد الحافلات المطلوبة بمقدار حافلة واحدة، أي بنسبة 1 إلى 10، ما يعني بأن الاستهلاك الكلي من الديزل سيرتفع إلى 1100 لتر حسب ما ذكرنا قبل قليل بالأرقام، وأرجو العودة إليها، يوميا، أي بنسبة 1 على 10، وسيرتفع التلوث إلى 55 وحدة يوميا، أي بنسبة 1 إلى 10. وقد حدث ذلك من تغير بسيط جدا في عدد السكان، ويصبح التوازن الجديد عند الإحداثيات التالية. لاحظوا لي 20,001 هي عدد السكان، 11 حافلة واحد يعني 10 زائد وحدة، الآن 88 ساعة عمل، 1100 لتر ديزل، 55 وحدة تلوث، التي تمثل عدد السكان، عدد الحافلات العاملة، عدد ساعات شغل الحافلات، كمية الديزل المستهلك، وعدد وحدات التلوث الناتجة على التوالي. لنتأمل بهذا الرسم البياني الغريب. الآن عدد السكان وكمية النفط الخام المستخرج، الديزل نفط خام، طبعا نفط مستخرج، الآن بعد ما صفينا احنا اعتمد على نفط، كمية النفط الخام المستخرج. الآن على المحور الأفقي، على المحور العمودي، الآثار البيئية المترتبة على كمية النفط المستخرج. التوازنات الأولية 1 2 3 اللي هي الشروط والقيم الأولية 1 2 3 أحدثت التوازنات بعد أن زاد عدد السكان بمقدار وحدة واحدة 1 على 20,000. الآن لاحظوا لي الذي حدث في النظام الاقتصادي البيئي الاجتماعي. النظام الاقتصادي البيئي الاجتماعي، علاقة المجتمع مع النظامين الاقتصادي والبيئي كما تحدثت قبل قليل، خربطت وخلخلت كل التوازنات، ما أدت إلى توازنات جديدة. بألف با جيم، توازن 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 ألف با جيم. هنا الآن مكمن وإدراك وفهم نظرية الفوضى كما تحدثت عنها. أرجو التأمل في هذا الشكل لعدة ثواني حتى تستوعب بالضبط ما الذي حدث نتيجة لزيادة السكان بمقدار وحدة واحدة. الآن تحدث كثير من الاقتصاديين عن أثر الفراشة. أرجع الآن قبل أن أتحدث عنه، بس أذكركم حتى نستوعب فكرة أثر الفراشة أو Butterfly Effect. الآن إلى أن عدد السكان زاد بمقدار شخص واحد، أصبح 21,000، يعني أصبحوا الآن 20,000، أصبح 20,001.
الآن أثر الفراشة كما تحدث عنها علماء اقتصادي الموارد البيئة أو اقتصاديون الموارد البيئة من أنبههم وأكثر منهم احتراماً شخص اسمه أو عالم اقتصاد بيئة وموارد اسمه هيرمان دالي مع جشوا فارلي، هذول الاثنين يعني أبدعوا بهذه الأفكار الرائعة جداً. يسمى الأثر الناتج عن كل هذه التغيرات أثر الفراشة. شو الفراشة؟ ما هي الفراشة في هذا السياق؟ Butterfly Effect هو تعبير مجازي للتغير الجامح الذي يطرأ على البيئة والإيكولوجيا جراء تغيرات بسيطة في العوامل المؤثرة الأخرى. وقد شبه عالما اقتصاديات البيئة والموارد هيرمان دالي، كما ذكرت اسمه هيرمان دالي، من أنبه وأرقى وأذكى وأكثر الناس غيرة على البيئة على المستوى العالمي هيرمان دالي وجوشوا فارلي، هذا الكلام أثر بالقول قد تحدث حركة جناح الفراشة في اليابان. لاحظوا جناح فراشة في اليابان قديش هزتها، شو أثرها؟ ها نتصور بأنه قليل جدا، طبعا تعبير مجازي من أبنائه. هذه الحركات قد تؤدي إلى عواصف هوجاء في أمريكا الشمالية. وهنا لاحظوا لي الفراشة بهزاتها طبعا تعبير مجازي وصورة مجازية. بناء على هذا الأثر نبتت طبعا هذا القانون الجديد، يعني نبتت أفكار من هذا القانون الجديد. هذا القانون الجديد يعود إلى أيام الثورة الصناعية، وهو يعود إلى عالم فرنسي تحدث عنه قبل 200 سنة تقريبا أو أكثر حتى، قانون أو نظرية الانتروبيا، Law of Entropy. يبين قانون الانتروبيا بأن هناك نزعة في أي عملية طبيعية natural process نحو تبديل الطاقة entropic dissipation. وعادة ما يلخص اقتصاديو الموارد البيئة بالقول بأن النظام الاقتصادي يحول الأوضاع التوازنية من حالة الانتظام إلى حالة البعثرة والتشتت، من حالة الانتظام إلى حالة البعثرة والتشتت. لنتأمل بهذا المنظر أو هذه الصورة، عندي هنا نظام يكابه هذا، الآن البعثرة كأن أتيت بمعول وهدمت هذا البناء فأصبح متشتتا مبعثرا. لاحظوا على هذا المنظر من الأكوام من الزجاج ومن البلاستيك ومن الألمنيوم، كيف حول الإنسان البيئة إلى أكوام من القمامة. طبعا قد يعاد تدوير جزء منها حسب ما ذكرنا، لكن هذا المنظر البيئوي الذي يثير الاشمئزاز إلى حد ما. ولاحظوا إيه هنا، المداخن، المصانع، محطات توليد الطاقة، ماذا تؤدي بالبيئة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإلى إن شاء الله مقطع آخر، وراجي أن يكون قد قدم الفائدة لطلبتي في اقتصاديات الموارد جامعة يرموك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.